الالتباس، هناك ما يسمى بالقفطان، القفطان والمنصورية، وهذا اللباس هذا جاءنا من الأتراك في عهد المنصور الذهبي الذي كانت له علاقة مع الأتراك. فالقفطان كله بهذه الطريقة كان يلبسه الرجال وكانت تلبسه النساء وورثناه وبقي اليوم. وإذا سألت فاسيا اليوم عن أصل هذا القفطان يقول لك هو أصله هو مغربي 100%، هو في الواقع جاءنا من المشرق. ربما قد لا يكون مغربي الأصل، ولكن هذا القفطان اللي هو عليه في الشكل اللي عليه القفطان. Thank you.